بشرفك سيرج، ولك بشرفك حاجة تنق وتحكي. ما انت بشكلك وحركاتك وتصرفاتك وظهرتك ومجيتك كل الناس بتقول عنك جاي، وكل الناس بتعرف انك جاي. لك خلص شي قاتل يا استاذ فادي، والله مش مزبوط هالخبرية. هالعالم بتطلع عني هالاخبار بس لانهم بيغاروا مني. خلص سيرج بشرفك، خلص شو قصتك ما الشمس طالعة والناس قاشعة؟ انت جاي خلص بقى، ما بقى تشارع بالموضوع، كلنا مشتاقين. صح يا خيو ولا مظبوط؟ صح طبعا. ليك واللي بعد بيقول عني جاي بدي شيل